السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم مرة تانية إخواني وأخواتي في الرحلة الإيمانية إن شاء الله، اللي بنتعرف فيها على أسماء الله عز وجل وبنتعرف فيها على صفات الله عز وجل العلى. النهاردة معنا اسمين جليلين مقدسين، الله سبحانه وتعالى هو المحيي والله سبحانه وتعالى هو المميت عز وجل سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت وخلق الحياة. فالموت والحياة موت مخلوق والحياة مخلوق. الذي خلق الموت والحياة ليه؟ السبب ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما خلقنا كنا في حالة من الموت في بطون في عالم الذر وفي أصلاب آبائنا، ثم بعد ذلك أعطانا الحياة في أرحام أمهاتنا وفي هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك أماتنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سيحيينا يوم القيامة في هذا اليوم الذي لا ريب فيه سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا، سورة غافر، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يبقى الله سبحانه وتعالى أماتنا مرتين وأحيانا مرتين، مرة في أصلاب آبائنا ثم جئنا بعد ذلك للدنيا، ثم الموت، ثم المرحلة الرابعة زي ما قلت، ثم بعد ذلك الحياة في يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا ريب فيه يوم القيامة. كيف تكفرون بالله وكنتم أحياء وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهناك بعد الموت حياة وبعد الحياة موت. فالمحيي هو المميت والمميت هو المحيي سبحانه وتعالى، فلابد أن احنا نؤمن بهذا. والقرآن أعطانا صور من عملية الحياة والإماتة، وأن الله سبحانه وتعالى تفرد بهذه الحياة وبهذه الإماتة. لما بعد أن دمر بختنصر القدس وحصل فيه موت كثير في القدس، سبحان الله، كان هناك نبي العزير كان ماشي بين الخرابات وفي المقابر وكذا، والقرآن قال كده: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. الآيات واضحة جدا جدا. العزير ماشي وجد عظام بالية وكذا وجماجم وكذا، يعني سبحان الله، كيف أن يحيي هذه اللي بعد موتها؟ فالله عز وجل موته 100 سنة، كان معه حمار وكان معه شوية خبز وزيتون وطعام كده. سبحان الله، اللي حصل إن بعد 100 سنة ربنا بعثه مرة تانية أحياه. قال: كم لبث؟ قال له: يوم أو بعض يوم. قال له: لا، ده أنت قعدت 100 سنة. الدليل أهو، بص كده لحمارك، الحمار ميت عبارة عن عظام بالية، والطعام زي ما هو. أجرى الله عز وجل الزمن على الحمار وعليه، ولكن أوقف الزمن على الطعام. طعام كأنه يعني لسه فريش جديد جدا، لانك تأكل وتشرب سبحان الله بعد 100 سنة. فالله عز وجل يريد أن يثبت له أن الله على كل شيء قدير. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير وأراه. كيف يعني؟ سبحان الله، يعني علماء التفسير لما شرحوا أن الله عز وجل أرى العزير، أراه كيف يعني الحمار العظام تأتي
واللحم وكذا، رأى بعينه يعني، فعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. سيدنا إبراهيم نفس القصة ولكن مختلفة شوي. سيدنا إبراهيم كان يؤمن بأن الله هو المحيي وأن الله هو المؤمن المميت، ولكن كان يريد أن يرى هذا بعينه. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يا سلام، قال له هات أربع طيور مختلفة يا إبراهيم، ولتكن حمامة، دجاجة، بطة، والمهم أربع طيور مختلفة وات ايفر مش مشكلة ايه نوعها، واذبحهم وهات العظم وفركه في 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 الجناح في اللحم، اعمله خبصهم في بعض، وبعدين حط كل جزء منهم، خلي بالك منهم قوي، حط على ايه على كل جبل او كل مكان مختلف كده بعيد شويه عنك ايه جزء منهم، وقال لهم قول لهم تعالوا ادعوهم بقى. هيقولك مش طايرين، ممكن او ممكن لا، هو او مش هو، لا هيقولك ماشيين عشان تتأكد ان هم نفس الطيور اللي انت ايه ذبحتها. فلما تبين له سيدنا ابراهيم بقى شافها بعينه، قال اعلم ان الله، فسيدنا ابراهيم اهو قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. فالقضيه هنا يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو المحيي، والله سبحانه وتعالى هو المميت، بل أعطى صفة لسيدنا عيسى ولكن بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. سيدنا عيسى ما كانش ابن الله ولا كان إله ولا كان صار في قض ولا إله ولا كلام من تخرص، كان نبيا رسولا، وكان يعني نحبه وورد ذكره في القرآن يمكن 25 مرة، وعندنا سورة مريم باسمها وكذا، هو كان يحيي الموتى بإذن الله. فسيدنا عيسى كان نبيا ولكن يعني ما كان عنده أي قوة ولا سلطة ولا أي شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. دي مسألة مهمة أوي. فالله هو المحيي والله سبحانه وتعالى هو المميت. والحاجة اللي بتضحك بقى لما حصل سيدنا إبراهيم واقف مع النمرود في المحاجة، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. شوف النكتة بقى، قال له طب يلا وريني، فقال هاتوا اثنين من السجن طلعوهم، واحد اقتلوه والتاني خلوه يمشي، يلا هو شايف انا احيي واميت. ده لعب، ده كلام يضحك يعني، يعني الطفل الصغير يضحك على هذا الكلام. فلذلك اخواني واحبائي، الله عز وجل سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت. ف دايما نسال الله سبحانه، اللهم انا نسالك باسمك المحيي، اللهم إنا نسألك باسمك المميت، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وألحقنا برفقة الأنبياء يا أرحم الراحمين، اللهم لا يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ندعو الله سبحانه وتعالى، اللهم يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. ندعو الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيحييك ويميتك كما أنه أماتك وأحياك، أنت كنت في صلب أبيك وأمك. وسبحان الله لما بنقرأ شوف الحيوان المنوي ماليش اي قيمه، ترى ما هو لسه ما زال عند الرجل بيكون ساكن كده ماليش اي قيمه، مجرد ما الحيوان المنوي يطلع من عند الرجل ويدخل في رحم المراه وكذا ويجد السائل المنوي يمشي فيه ويجد البويضه يبدا يتحرك، سبحان الله، فكانه كان ميت وربنا احياه، سبحان الله، ويمتزج بالبويضه ويعمل الزايجوت ويطلع البروسس اللي احنا عارفينها بالنسبه للبني ادم، نطفه علقه مضغه وكذا إلى آخر الآيات، وكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المحيي والله سبحانه وتعالى هو المميت. وقلت إن فيه يعني لتركبن طبقا عن طبق، يعني هتروحوا من 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 ستيج لستيج تاني، من طبق لطبق. إيش هو؟ كنا في ظهور آبائنا، ظهر أبينا آدم، ظهور آبائنا، ثم انتقلنا إلى أرحام أمهاتنا المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدنيا المرحلة الثالثة اللي احنا فيها دي، نكلم بعض اهوت وسمعين بعض وشايفين بعض، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القبر دي المرحلة الرابعة، ثم بعد ذلك المرحلة الخامسة اللي هي الفاينل ديستنيشن بقى النهائية،
أمام الله، نقف أمام الله سبحانه وتعالى الذي سيحاسبنا على الصغير والكبير والنقير والقدمير، وسنحاسب على كل شيء. فهو الذي أماتنا ثم أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا عز وجل ليوم القيامة، هذا اليوم الذي لا ريب فيه، ويكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب، يا رب المحيي، أن يحيي قلوبنا بالإيمان. والمحيي برضو بتطلق على عندما الله سبحانه وتعالى ينزل المطر، سبحانه وتعالى ينزل المطر فيحيي الأرض، سبحانه وتعالى يحيي الأرض، سبحان الله، أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم وأنبتت من كل زوج بهيج، فيحيي الأرض بعد موتها بالمطر. وكذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي القلوب بنور العلم والإيمان. كلما الإنسان يتعلم وكلما الإنسان يتثقف وكلما يعرف دينه ويعرف ربه ويتعلم عن دينه، الله يحيي قلبه. يا سبحان الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا جماعة، فعلينا بالعلم والإيمان والسكينة والرحمة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وفاعلم أنه لا إله إلا الله. كل هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، سبحان الله، تكلمنا في ذلك من قبل. فهذه مسألة مهمة، مسألة الإحياء والإماتة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ووارضا عنا، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.